إبرشية حلوان والمتنيح نيافة الأنبا بسنتي أنبا بسنتي خدم إبرشيته 38 سنة، ولكن في السنوات الأخيرة وبسبب الظروف الصحية والمرضية صار غير قادر على إدارة الإبرشية سنوات قليلة قبل نياحته. وغياب الأب الأسقف عن الإبرشية يجعل هناك اضطراب في إدارتها، ولذلك اتخذنا عدة خطوات، منها تشكيل لجنة لضبط إدارة الكنائس. بعض الكنائس استجابت وبعضها لم يستجب، وأيضا تولى نيافة الأنبا مرقس المطران قيادة دير الأنبا برسوم العريان علشان أيضا يضبط العمل فيه والخدمة الموجودة فيه مع الأخوات المكرسات. واحتاجت الرعاية في هذه الإبرشية أن يتم تدبيرها عاجلا، ولذلك أرسلت نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، واجتمع مع الآباء الكهنة. كنت سابقا من عدة شهور اجتمعت مع الآباء الكهنة من حلوان من معظم الكنائس، ونيافة أنبا يوليوس ابتدى يسأل الآباء الكهنة وفي ترشيحاتهم، وقد فوضونا واخترنا لهم نيافة الأنبا ميخائيل ليكون أسقفا أسقفاً لإبرشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان ومدينة 15 مايو. ويكمل على البدايات التي بدأها المتنيح الأنبا بسنتي، ويقود هذه الإبرشية المحبة مع أبائها الأحباء. وأود أن أذكر أمامكم معنى لعبارة عشان تبقوا فاهمينها كلكم. العبارة التي تكررت من حق الشعب أن يختار رعيه هي قيلت على اختيار الأب الكاهن الذي يقوم بالرعاية في كل كنيسة. ومجموع الآباء الكهنة هم الذين يختارون الأب الأسقف، ومجموع الآباء الأساقفة هم الذين يختارون الأب البطريرك، وده ترتيب الكنيسة. وكلمة الشعب هنا ليست كلمة محددة، ليست أفراد محددة، ولكن الشعب في كل كنيسة يمكن أن يكون له دور كبير من خلال الخدام والآباء الكهنة ومجلس الكنيسة والصلوات التي ترفع من أجل أي اختيار لأي كاهن. أنبا مخييل خدم خدمته السابقة بنجاح، سواء في حدائق كنائس حدائق القبة أو في الكلية الإكليريكية، وسيكون ناجحا في خدمة هذه الإبرشية المباركة. الأنبا جوزيف طب الأنبا جوزيف هيترسم على أفريقيا، دول من أفريقيا ولا إيه؟ كلهم من أفريقيا؟ أنبا جوزيف رسم أسقفا عاما في مارس 2021، وطبعا
تولى مسؤوليته كأسقف عام في 4 دول أفريقية، ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا وملاوي، وخدم فيها خدمة مباركة وقدم تقارير كثيرة عن هذه الخدمة النامية والمباركة. معه عدد من الآباء الكهنة، ومن أجل استقرار الخدمة رأينا أن يجلس في هذه الإبرشية الوليدة في قارة أفريقيا، فسيكون أسقفا على ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا وملاوي، وبذلك تولد هذه الأسقفية الجديدة في أفريقيا، وخدمته فيها خدمة ناجحة. وأرجو أن يتكرر هذا النموذج في أكثر من مكان. نيافة الأنبا أكسيوس، نيافة الأنبا أكسيوس رسم أسقفا عاما سنة 2021، وخدم في كنائس حي المطرية وعين شمس، وهو حي كبير، وخدم فيه أيضا خدمة ناجحة وقام بتنظيم العمل جيدا. وبعد نياحة أسقفها المتنيح الأنبا داود، تولى رعايتها نيافة الأنبا صليب أسقف ميد غمر، وخدمها بكل أمانة ورتب أمورها، وها هي تبدأ عهدا جديدا بأسقف جديد نيافة الأنبا أكسيوس. سيكون أسقفا للمنصورة وكل توابعها، وهي إبرشية كبيرة وأبائها محبون، وخدمتها مباركة، وأيضا امتداد لخدمة المتنيح الأنبا داود. الآباء الرهبان، طلبنا من بعض الأديرة ترشيح عدد من الآباء الرهبان المباركين. أحد الأديرة قدم لنا ترشيحا، دير العذراء الشهير بالسريان نيافة الأنبا متاؤس، وقدم لنا ترشيحا لعدد من الآباء، واخترنا منهم 2 من الآباء الرهبان المباركين: الراهب القس إقلاديوس السرياني، يحمل درجة الهندسة المدنية، وخدم في القوات المسلحة كضابط احتياط، وخدم في عدة مواضع وكنائس، وله في الرهبنة حوالي 20 سنة أو أكثر قليلا، وخدم خدمات الدير في الإنشاءات والمباني وزيارات الأجانب للدير وتسليم الأباء الكهنة والاستعلامات، وخدمته أيضا ناجحة، وسيكون أسقفا ورئيسا لدير الأنبا باخوميوس أب الشركة أو دير الشايب،
هذا الدير الذي كان يخدمه المتنيح الأنبا سلوانس وتنيح منذ سنوات قليلة، وظل الدير بلا رئاسة، وأداره نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام في الأقصر، أداره في الفترة الماضية إلى أن دبرت العناية الإلهية أن يكون له هذا الأب المبارك أبونا إقلاديوس السرياني، وسوف يحتفظ باسمه إقلاديوس. أبونا الراهب القس أنستاسي السرياني، أبونا أنستاسي أحد الآباء الذين رشحهم نيافة الأنبا متاؤس، وهو له في الرهبنة أكثر من 20 سنة في دير السريان العامر، وهو يحمل درجة الهندسة أيضا، هندسة الباور، وهو أيضا خدم في صفوف القوات المسلحة كملازم أول احتياط، وعمل عدة سنوات في أماكن متعددة وأماكن متعددة في الجمهورية وفي الدير. أيضا صار مسؤولا عن بعض الأعمال الهندسية، وخدم خدمة الطلبة المغتربين في العزبوية تبع دير السريان، ودرس أيضا في إكليريكية البلينة، ووصل إلى العام الرابع ولكنه لم يدخل الامتحانات لظروف خاصة، ولكن درس هذه الدراسات اللاهوتية، وهو يمت بصلة قرابة إلى المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق. أبونا أنستاسي سيكون أسقفا لإبرشية نجح حمادي وكل توابعها، في السنوات الأخيرة بعد خدمة طويلة للمتنيح الأنبا كيرلس، خدم إبرشية نجح حمادي عشرات السنوات، وفي السنوات الأخيرة كانت ظروفه المرضية والصحية غير مواتية، ولذلك أرسلنا لجنة من الأحبار الأجلاء نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوس، ونيافة الأنبا يؤنس أسقف أسيوط وتوابعها، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء المحرق. وأداروا الإبرشية، هذه الإبرشية الكبيرة والتي أيضا تحتاج إلى الرعاية والخدمة والتعمير، وأداروا هذه الإبرشية إدارة جيدة، ووضعوا بعض النظم في إدارتها، ويكون أبونا أنستاسي الأسقف الجديد لهذه الإبرشية المحبة للمسيح،
وسوف يحمل اسم الأنبا بضابة. أنا أعلم أن إبرشية نجح حمادي إبرشية مباركة ومحبة للمسيح، وبعد نياحة أنبا كيرولوس ثم رعاية لجنة الأحبار الأجلاء يعطيهم الله هذا الأسقف الجديد لكي ما يدبر شؤونها، وأرجو لكم أن تتعاونوا معه تماما في هذه الإبرشية، ولأن خلفيته خلفية مباركة علميا وروحيا ودينيا سيكون في هذه الخدمة خدمة ناجحة، وزي ما أنتوا بتقابلوه كده بهذه الحب وبهذه الرغبة وبهذا الاشتياق، أدعوكم أيضا للتعاون معه والمشاركة لكي ما تكون إبرشية ناجحة. هذا التعريف الذي قلته هو تعريف بالسيامات الجديدة والمسؤوليات الجديدة التي يشترك فيها الأحبار الأجلاء الحضور معنا أعضاء المجمع المقدس من المطارنة والأساقفة. وهذه الصورة يا إخوتي الأحباء هي التدبير الكنسي للخدمة، ونحن نشكر الله أن يرسل فعلة ويرسل من يحمل المسؤولية في هذه الخدمات في الإبرشيات والأديرة القبطية. وإن كان في نفس الوقت عندنا أماكن لسه محتاجة أباء، عندنا في مكانين في القاهرة أسقفتهم بقوا أسقفة إبرشيات، وعندنا إبرشيات زي ألمانيا جنوب ألمانيا والدير في ألمانيا أيضا تحتاج إلى تدبير، وفي فرنسا، والعمل كثير، وكما يقول الكتاب الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. ولذلك أدعوكم دائما للصلاة أن يرسل الله فعلة فعلة لخدمته في كل مكان. بعد هذا التعريف هنبتدي خطوات السيامة. أول حاجة هيبتدي موكب للأباء مع بعض الشمامسة، موكب يمشي في ممر الأوسط ويرجعوا عشان تتعرفوا عليهم عن قرب. بعد كده هيبتدي الاثنين أباء للأديرة هيبقى يقولوا التعهد، والتعهد ده هيقراه نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء في السوريان، هيقراه ويرددوه وراه. ثم الأربع أباء في الإبرشيات الأربعة هيقروا التعهد أيضا، سيقوله نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، ويرددوه وراه أيضا. بعد كده يشترك كل الأحبار الأجلاء في رش ملابس الخدمة، وهذا اليوم تصير فيه هذه الرشومات رشومات تذكارية ومقدسة وغير متكررة. زي ما انتم شايفين الملابس الخدمة موجودة هنا على ترابيزة، يشترك كل الأباء في رشمها بعلامة الصليب وباسم الثالوث. بعد كده هنبتدي ننادي على واحد واحد الأباء الأديرة أولا
ثم آباء الإبرشيات ثانية، وندعوه في الوظيفة والمسؤولية الجديدة، وبذلك يكتمل طقس التجليس بالنسبة للآباء الأحبار الأربعة، يخلص في العشية وتصير لهم المسؤوليات الجديدة. وبعد رسمتهم بوقت ممكن يقضوا الوقت ده في زيارات لبعض الإبرشيات ويتعلموا من بعض الأحبار الأجلاء الآباء الكبار المطرنة والأسقفة، وبعد كده يقدروا يرجعوا لإبرشياتهم للتجليس جوه الإبرشية وتبدأ مسؤولياتهم الجديدة.